أحرق روحي وانتحر إذا الحكومة الحالية ما توافق على تثبيتنا وتعييننا إحنا المحاضرين محاضري بغداد 2020. فبعد صدور قرارات بتثبيت المحاضرين بالمجان لعام 2019 من الذين تزيد خدمتهم عن سنتين وشمولهم بقرار 315 وموافقة رئيس الوزراء وعدة محافظات عراقية أخرى على قرار التثبيت، احتج أكثر من 35 ألف محاضر يعملون بالمجان وكذلك إداري يعملون بلا رواتب منذ عام 2020 في مدينة الصدر، احتجوا لاستبعادهم وعدم شمولهم بالقرار 315. فخرج مئات المتظاهرين في احتجاجات مستمرة ببغداد للمطالبة بتثبيتهم وإنهاء معاناتهم من الظروف المعيشية الصعبة. هاي بعد دنكر مال ماي ماي صورني. ولا احنا تبعية ولا عندنا ولا غير وطننا وعراقنا. هو احنا اذا اي واحد يصير له خدمة مجانية سنتين يفترض انه تحترم هاي الخدمة المجانية. يا محمد الشيوع السوداني هاي اليوم شباب مدينة الصدر موجودة لحد الان بسلمية، اما ان تطون حقوقها بالعقود والتخصيص المالي اسوة في اقرانهم او احنا نعبر لك عن جسر المعلق. ما توقفنا لا صبارة. من جانب آخر، نشرت وثيقة على منصات التواصل الاجتماعي تؤكد إن محافظ بغداد خاطب وزارة التربية بتضمين ملحق محاضرين والإداريين في الرصافة الثالثة لعام 2020 بشمولهم بقرار 315 بعقد مع أقرانهم. الوثيقة نشرت على منصات التواصل، وحتى الآن ينتظر الآلاف من المحاضرين والإداريين بشمولهم بالقرار 315 وإنهاء ملف طال انتظاره وانتظار حله منذ سنين. نبدأ من مالك هادي. يقول مالك هادي في تعليقه: إذا أرادت الحكومة أن تحظى بدعمنا عليها أن تنهي ملف محاضري وإداري مدينة الصدر، وعلى جميع النواب والمسؤولين أن يدعموا هذه الشريحة كما فعلوا مع باقي المديريات والمحافظات. وأيضا أرفق تغريدته بهاشتاج ملحق الرصافة الثالثة. أيضا هناك مداخلة من أبو الود يقول: مو عيالة طلابة حق أو طلابة حق، غدا موعد مظاهرات ملحق محاضري الرصافة الثالثة، أكثر من 35 ألف مجاني سيتظاهرون غدا، يقصد اليوم، للمطالبة بتضمين تخصيصهم ضمن الموازنة. التحشيد صار لأكثر من أسبوع والهمة عالية وما عندهم شيء يخسرون ومستعدين يخسرون حتى أرواحهم في سبيل تضمينهم. ليش هذا التهميش؟ مداخلة من أسيل الجابري تقول: رسالة إلى السيد محمد الشياع السوداني،
المحاضرين محاضري مدينة الصدر 35,000 نخدم بالمجان في العملية التربوية، ونحن أصحاب عوائل وذات دخل محدود، نطالب منكم إنصافنا بالعقد على قرار 315 في الموازنة القادمة أسوة بأقراننا المحاضرين السابقين. تعليق آخر من انفرادي يقول: رسالة إلى السيد محمد الشياع السوداني محاضري مدينة الصدر 35,000 نخدم بالمجان في العملية التربوية، وأيضا نحن أصحاب عوائل وذات دخل محدود، نطالب منكم إنصافنا بالعقد على قرار 315 في الموازنة القادمة أسوة بأقراننا المحاضرين. وأيضا أرفق التغريدة بهاشتاج محاضري وإداري الرصافة 35 الثالثة. تعليق آخر من فاطمة تقول: إلى جميع محاضري وإداري الرصافة الثالثة، الاثنين القادم الفرصة الأخيرة من أجل استرجاع حقوقنا المشروعة الخضراء البوابة الخامسة قرب جسر المعلق الساعة 8 صباحاً.